اهلا بيكم يا شباب، كل سنه وانتم طيبين. والمحاضره الرابعه Accounting for Financial Institutions للفرقه الرابعه. اتكلمنا في الشابتر ده عن الـ Types of the Bank Accounts، وشفنا الـ Different Types of Bank Accounts، وكان مطلوب من حضراتكم ريسيرش عن الـ Development of the Banking Systems in Egypt عشان نربط ده بالاكاونتنج. وقلت لكم كمان عايز درافت ريسيرش بيبر عن الاوفر درافت او اللونز. اتمنى ان انتم ان شاء الله تكونوا عملتوا الاثنين ريسيرش علشان نقدر ان احنا ناخد اوفر فيو كده عن الموضوع بتاعنا. طيب، لما هاجي دلوقتي اتكلم عن الاوفر درافت، او هو certain type of loans، تمام، لان دي اصلا فلوس البنك. يعني انا قلت في نوعين من الكرنت اكاونت، خدنا الكريدت كرنت اكاونت وقلنا ان الكريدت كرنت اكاونت يعتبر liability على البنك. ليه liability على البنك؟ علشان دي فلوس الكاستمرز مش فلوس العميل، صح كده؟ طيب هنتكلم دلوقتي عن الديبت كارنت اكاونت. الديبت كارنت اكاونت اللي هو سيرتن تايب اوف الاوفر درافت يعتبر اسيت للبنك. ليه يعتبر اسيت؟ واي اسيت بيزيد ديبت ويقل كريدت؟ لان دي فلوس مين؟ دي فلوس البنك، كان البنك مديلك لون، ف تعتبر فلوس البنك كانها لون بالظبط. اوفر درافت، انت بقى هتقول لي اوفر درافت ده بيطلع لاني عملاء؟ ما انا طالب منك ريسيرش، صح كده؟ احنا مؤقتا بس هنفهم ان هو ايه، يعتبر لون بيديه للبنك. طالما لون يبقى البنك هيعامله كانه ايه، ريسيفبل، فلوس البنك، صح كده؟ كانك اخدت ايه، اخدت لون. فانا جيت دلوقتي عملت دروينج، سحبت اوفر درافت، انا عميل للبنك واداني اوفر درافت، كاني خدت ايه، لون. فبسحب كاش او هيتحطوا في كريدت كارنت اكاونت بتاعي، وهاجي اقول ان الفلوس بتاعت البنك زادت، يبقى البنك عايز مني ايه، فلوس. الفلوس دي بنسميها ديبت كارنت اكاونت كاستمر. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت اخدت ايه، اوفر درافت، اخدت ايه، فلوس من الاوفر درافت. يبقى الفلوس اللي عليك ككاستمر زادت وفلوس البنك ايه، زادت. طيب لو انت عملت ديبوزيت ان يور ديبت كارنت اكاونت، يبقى ده معناه ايه؟ عارفين يعني ايه كاش وديبت كارنت اكاونت؟ ايوه تمام كده، يعني انا بسدد الفلوس اللي عليا. طيب لو جيت حولت من حساب الكريدت كارنت للديبت كارنت، يبقى ده معناه ايه؟ برضو معناه ان انا بسدد الفلوس اللي عليا، صح؟ اي ديكريس ان ذا ديبت كارنت اكاونت معناه ان انا بدفع اللي عليا، اي انكريس معناه ان انا اخدت ايه، اخدت لون. طيب سؤال دلوقتي، البنك هيقدم لي الخدمه دي فور فري؟ لا، البنك هياخد ايه يا شباب؟ البنك هياخد انترست. طب بالنسبة للبنك الانترست دي تعتبر ايه؟ تعتبر ريفينيو، كريدت انترست. ليه تعتبر ريفينيو؟ عشان دي فلوس البنك، فالبنك هياخد عليها فوائد. طيب لو انا جيت دلوقتي اسدد، لقيت ان انا عليا 10,000، وانترست تشارج ب1000، دي هنسميها كريدت انترست، وده ايه، الديبت كارنت اكاونت. انا بسدد اللي عليا، صح؟ يبقى انا دفعت 11,000 كاش مع البنك هيزيد، كريدت انترست هتزيد، والديبت كارنت اكاونت هيقل. طيب
لو انا جيت دلوقتي قلت deposit in debit current account، انا قلت deposit in debit current account ده معناه ايه؟ ان انا بسدد فلوس من اللي عليا. طيب انا ما سددتش هنا، فالبنك عمل لي charging interest and pay and charge، يعني انا عملت، انا دلوقتي اخدت لون او اوفر درافت ب 10,000 debit current account، والفي فاينانس charge $1000 interest و 1000 bank charges مثلا، يبقى البنك هيحملني بقد ايه؟ ب 2000 صح؟ بلس ال 10,000، فلما اجي اعمل ديبوزيت هعمل ديبوزيت لكام؟ ل 12,000 in my debit current account عشان اسدد اللي عليا. اتفقنا؟ طيب يبقى انا بفهم الكونسبت، عشان التلاعب بالالفاظ خلاص سهل جدا ان احنا ايه نريكورد الكلام ده كله في الايه؟ في السيستم بتاع الايه؟ الليجر. طيب تعالوا نشوف الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ فاكرين الاكزامبل ده عدينا عليه وقلنا هنسيب الجزئيه بتاعت الديبت كارنت اكاونت عشان ما كناش لسه اخدناها. فتعالوا نتكلم كده السيفنج والتايم ديبوزيت كل ده اتكلمنا عنه. هحل معاكم دلوقتي مساله، ودكتور محمد شعبان هيحل معاكم مسائل عن تشابتر 2 برضه. طيب بيقول لي مديني البالانسز اللي في الاول، بيقول لي ان انا عملت كاش ديبوزيت انتو سيفنج اكاونت 40,000، كريدت كارنت اكاونت 60,000، ديبت كارنت اكاونت. انا حليت دي قبل كده بس اعيدها تاني بالديبت كارنت اكاونت. عملت كاش ديبوزيت يبقى انا رحت حطيت كاش في ايه بقى؟ في السيفنج اكاونت، وفي ال credit current account، و time deposit account، و credit و debit current account. طيب deposit في saving بكام؟ 40. deposit في credit بكام؟ ب 20 ب 60. ديبوزيت في التايم ديبوزيت اكاونت 24، وفي الديبت كارنت اكاونت ب 20. انت تبقى فاهم 144 ايا كان، يعني تبقى فاهم ايه؟ ان انت لما تيجي تعمل ديبوزيت في السيفنج او كريدت كارنت او التايم ديبوزيت ده يزود اللايبيليتي على البنك، عشان كده الحاجات دي موجوده في الكريدت ايه سايد. طب لما اجي اعمل ديبوزيت ان ماي ديبت كارنت اكاونت، عارفين يعني انا بعمل ايه؟ يعني انا بقلل الفلوس اللي عليا، انا بدفع فلوس من اللي عليا، انا بدفع الريسيفبل اللي عليا. اتفقنا؟ طيب بيقول لي الترانسفير فروم ذا كريدت كارنت اكاونت تو سيفنج اكاونت 16,000 وتو تايم ديبوزيت 28، يبقى من ال انتو debit current account 44، transfer من ال credit current account، يبقى انا هحول من ال credit current account لايه؟ لل saving account، يبقى حساب ال credit current account هو اللي هيقل، ال saving account هو اللي هيزيد، ال time deposit account هيزيد، ال debit current account هي ايه؟ ايوه هيقل. ليه بقى؟ saving account 16، time deposit 28، debit current account 44. لما اجي دلوقتي يا شباب اقول ان انا حولت من ماي كريدت كارنت اكاونت، يبقى فلوس كانت في حسابي الجاري عملت لها ترانسفير، لو انا دلوقتي جيت حسبت 16 بلس 28 بلس 44
88,000. يبقى انا عملت ترانسفير 88,000 من ماي كريدت كارنت اكاونت للسيفنج والتايم ديبوزيت والديبت كارنت اكاونت. انا هنا زودت السيفنج والتايم ديبوزيت بس قللت الفلوس اللي عليا، فلوس في رصيدي سددت بيها اللي عليا بس كده. طيب بيقول لي ايه في نمبر 3؟ ديبت انترست ادد تو سيفنج اند تايم ديبوزيت كذا وكذا، وكريدت انترست ايوه تشارجد تو ديبت كارنت اكاونت كذا. بصوا بقى احنا اتفقنا ديبت انترست دي الفوائد بتاعه البنك صح، اللي على البنك يعني اقصد سوري يعني انترست اكسبنس 4000 والبي ادد تو ذا سيفنج اكاونت لان دي فلوس العميل هو قال حطوها لي في السيفنج، و8000 قال اعملوا لي بيها ربط للتايم ايه ديبوزيت اكاونت يعني اعملوا لي بيها ودايع تاني. يبقى ده معناه ان البنك عليه قد ايه انترست اكسبنس 12000. طيب لو الانترست دي كانت على الديبت كارنت اكاونت يعني ايه؟ يعني دي فوائد للبنك لان البنك مسلفني فبياخد فاينانس تشارج صح كلام، فهاجي اقول ان دي يا شباب ان دي كريدت انترست. ليه كريدت انترست؟ علشان دي فلوس البنك فاكيد البنك مش مديني اللون دي فور فري، بياخد فاينانس تشارج اللي هي الانترست. يبقى الانترست دي 12000 will be charged to the debit current account. يبقى نقول هنا ايه debit current account يعني الفلوس اللي عليا هتزيد صح، ودي اسمها credit ايه credit interest. طيب number 4 لو انا جيت دلوقتي قلت cash withdrawal from credit current account بنسحب بقى saving account debit current and expired خلي time deposit بالinterest بتاعتها الوحدة. طيب انا دلوقتي عملت cash withdrawal cash withdrawal يبقى my credit current account هيقل ب 100,000 و saving account هيقل ب 60,000 لان ده cash withdrawal و debit current account ب 20,000 cash 160 و 20 يبقى 180. طيب سؤال انا لما بعمل withdrawal من ال current وال saving معروف ان دول بيقلوا، طب لما اعمل withdrawal من ال debit current يبقى ده معناه ان انا سحبت فلوس انا استلفت، يبقى فلوس البنك هي اللي ايه هي بتزيد اتفقنا. طيب سحبت التايم ديبوزيت بالايه بالانترست بتاعتها يبقى دي اسمها ايه ديبت انترست وتايم ديبوزيت وكاش بال 52,000 وهنا 2,000 تمام. بعد كده بريكورد الكلام ده كله في ايه، فهو قال لي اعمل الجورنال خلاص عملنا الجورنال بنعمل بوستنج بقى. هو قال لي اعمل بوستنج في حاجتين الكريدت كارنت اكاونت في الاكاونتس يعني كريدت كارنت وديبت كارنت وتايم ديبوزيت وسيفنج وديبت كل الحسابات اللي عندي وبعدين انقل الكلام ده كله في البالانس شيت. لما نيجي بنعمل بالانس شيت هنا ناحيه الاسيتس وهنا ناحيه اللايبيليتيز، فاللي هيتحط ناحيه اللايبيليتيز هي الكريدت كارنت اكاونت التايم ديبوزيت السيفنج اكاونت، اللي هيتحط ناحيه الاسيتس هو الديبت كارنت ايه الديبت كارنت اكاونت. طيب لما اجي دلوقتي يا شباب امسك مثلا تعالوا نمسك الكريدت انترست دي، يلا احنا بنعمل بوستنج عادي جدا الديبت ديبت وكريدت كريدت، فالكريدت انترست كانت عندنا فين هنا هي 12000 كريدت وفي اي تاني كريدت انترست لا
ما كانش فيه اي حاجه تاني. ده شايفين ال 12 دي اللي هي البالانس. هتقولي لا البالانس في الكريدت، ما انا اقول لك الطريقه. لو تفتكر لما قعدت اقول لك ان الطريقه بتاعت الليجر هتتعمل بطريقه مختلفه شويه عشان ما نلخبطش بعض. ازاي هنعمل الليجر دي؟ الكريدت انترست بتيجي تعمل كده ان انت عملت نقلت 12000 بسبب، بتكتب هنا السبب بسبب ايه، ان ده جاي لي من الديبت كارنت اكاونت، مش قضيه السبب دلوقتي. وبعدين نقوم عاملين بالانس كده، يبقى فيه 12000 هنا الديت، والبالانس ده will be brought forward في البروفيت اند لوس اكاونت هنا 12000. لو مش عايزين نعمل حته البروت فورورد دي علشان ما نتلخبطش، خلاص مش اي مش قضيه يعني، تمام. طيب الديبت انترست نفس الكلام، نرجع يلا نعمل بوستنج. الديبت انترست فين هنا؟ الديبت انترست 12000 بسبب الفاريوس اكاونت دي نسميها ساندرز، وكمان 2000 بسبب الكاش. انا بكتب السبب، وهنا البالانس بتاعه هيبقى 14، يبقى البالانس هنا 14 والبي بروت فورورد. يعني ايه؟ يعني هيجي المفروض في الايه، في الديبت سايد. طيب نعمل بقى تي اكاونت لكل حاجه تاني. زي ايه؟ زي انا عامل عايز اعمل الحاجات الجديده يعني، مثلا مش هيجي اقول لك الكاش، ما انت اوريدي عارف الكاش بيزيد ديبت يقل كريدت، وعارف مكانه في البالانس شيت. انما الجديد اللي عليك هو الانواع بتاعت الحسابات، السيفنج، الكريدت كارنت، التايم ديبوزيت. عايزك تخلي بالك من حاجه، ان هو هنا هيبقى مدي لك اوريدي ايه، هيبقى مدي لك. نرجع كده للاول الهيدلاين بتاع البروبلم، بيقول لي البالانسز. بالانسز يعني اوريدي الشركه فيها بالانس، تمام. يعني لو انا جيت دلوقتي عايز اعمل بالانس لايه، هنعمل بالانس لل كريدت كارنت اكاونت. هنعمل بالانس لل ديبت كارنت اكاونت. هنعمل بالانس حاجه اللي هو قايل عليه للتايم ديبوزيت. اكاونت وللسيفنج اكاونت. خلي بالنا من حاجه، ان الثلاثه دول لايبيليتيز، فاللايبيليتيز يبقى البالانس بتاعهم في الكريدت ايه، في الكريدت سايد، تمام. يلا نكتب البالانس. يبقى ده البيجينينج بالانس 840، ده البالانس التايم ديبوزيت يا شباب، البالانس بتاعه 160، السيفنج البالانس بتاعه 140 ناس. طيب الديبت كارنت اكاونت البالانس بتاعه كام؟ 700. بس الديبت كارنت اكاونت البالانس بتاعه في الديبت سايد. ليه بقى في الديبت سايد؟ لان قلنا ان ده اسيت، اتس ان اسيت مش لايبيليتي، فالبالانس بتاعه هيبقى فين؟ هيبقى في تمام في الديبت سايد. وبنعمل بوستنج بقى. نعمل بوستنج ازاي؟ يلا اول حاجه نمسك الكريدت كارنت اكاونت، ماشي. زد ب 60000. ممكن اكتب هنا السبب، زاد بسبب ان انا عملت ايداع ايه، بسبب الحاجه اللي قدامه اللي هي ايه، الكاش، تمام. بعدين زاد تاني، لا ما زادش، ده قل، قل ب 88000 بسبب لو كذا حاجه مع بعض، ان انا حولت عملت تحويلات لحسابات بنسميها ساندرز، اللي هي ديفرنت اكاونتس يعني، ترانسفيرد لديفرنت اكونتس. طيب بعد كده رجع زاد تاني، لا رجع قل تاني، عملت ويزدرول 100000 بسبب ايه؟
ان انا عملت withdraw الكاش بس، مفيش debit current account تاني، صح كده؟ اسف، مفيش credit current account تاني. طيب هنعمل ايه؟ ده ال beginning balance اهو 840 plus 60 يبقى 900، والتوتال هنا المفروض يبقى 900، يبقى البالانس ده كام؟ انا بحط البالانس هنا اللي هو الفرق بس اللي يكفر ال 900، عشان يبقى انا عملت ايه؟ ده ماينس ده، يعني دي الطريقه الانجليزي يعني، فاهمين؟ او العربي برضو ماشيين بالشكل ده، اللي هو انت اوريدي البالانس ده عارف ان هو ايه هيجاب كده، هيبقى في الكريدت سايد ب 712. عايز تعملها بالطريقه العاديه اللي انت عارفها وتكتب البالانس هنا في الكريدت ايه ب 712، خلاص برضو ايه سليم. طيب نفس الكلام الديبت كارنت اكاونت، بس خلي بالكم من حاجه، ان الديبت كارنت اكاونت البالانس بتاعه از ان اسيت المفروض يقول لي ايه، يبقى في الديبت. طب انت عامله في الكريدت؟ لا يا جماعه انا مش عامله في الكريدت، ده جاست تو ادجست البالانس، يعني المفروض البالانس ده ويل بي بروت فورورد للديبت سايد، او اجيبه كده بخط، يبقى في الديبت ايه، يبقى في الديبت سايد. اعملوا التي اكاونت بالطريقه الايه العاديه علشان ما نتلخبطش. هنزل لك مسائل تحلها على الموضوع ده، وطبعا دكتور محمد شعبان برضو هيحل معاكوا عن ال types of او different types of accounts bank accounts، ونبقى عملنا covering للايه للموضوع ده كله. خلي بالكوا بقى من حاجة، ان مش عاجبني، فاحنا لسه عندنا ترم احنا ما خلصناش، فنشد حيلنا وياريت نذاكر ونخلص، علشان ان شاء الله ربنا يكرمكم وتخلصوا على خير. الناس اللي مش متابعة تبتدي تذاكر، علشان هطلب الريسيرش وهنطلب حاجات، فتقعدوا تذاكروا اول باول، اتفقنا؟ الريسيرش هيتعمل له ابلودنج، هديلكم الفورم اللي انتوا هتعملوا عليه ابلودنج او واتفر الايميل، وهديلكم الديدلاين بتاعه، لان انا طبعا ايه بقالي اسبوع قايل لكم عليه. اشوفكم على خير ان شاء الله.